الا وهو الجانب القانوني. أترحم على أرواح شهداء جميع شهداء الجزائر، وخاصة أولئك الذين سقطوا غدرا في مظاهرات 17 أكتوبر، الذين قتلوا وذبحوا وجرحوا وأتلفوا، لأن ما دام ما لقيناهمش ما نش عارفين وين راهم. فإذا كل يعني قلوبنا تتجه إلى هؤلاء وإلى شهداء الجزائر كلهم. ويستحضرني البيت الموجود في النشيد الوطني: واقرؤوها لبني الجيل غدا. ويستحضرني كذلك الشطر من بيت نشيد من جبالنا: يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة. إن شاء الله تزدهي الحياة في هذا البلد، ونعرف كل حقائق تاريخنا، ونتمسك بتاريخنا، ونتمسك بعاداتنا وتقاليدنا، لأننا نختلف. الدولة اللي عندهم هما ما هيش كيما نتاعنا، لأن الأسس ليست هي هي، المنطلقات مش هي هي. وبالتالي إذا قيل في تقاليدنا في الاختلاف رحمة، ما عليش ندير الدولة تاعي، خليني ندير الدولة تاعي كيما نحبنا. أما أن تفرضها علي من 1830 وتريد أن تضعني في قالب معين، لا، الشعب الجزائري لم يستفتى في هذا لا في القديم ولا في الحديث. المعركة هذه يعني نسميها معركة، يعني ماشي مظاهرات، معركة الجبهة، جبهة تحرير الوطن في قلب العدو في فرنسا. خاطر هذا الذكرى هذه تاع اليوم يعني تفكرني أنا يا 60 سنة بعد جيت، ما تفكرني باللي القمع اللي طاح يعني على المناظرين والمناضلات نتاعنا في وقتها، يعني القمع ما نجمش يعني نغبروا يعني نعبروا في طريقة يعني ما. الحمد لله الحمد لله، مازلنا حيين، مازلنا لازم نعطيو الشهادة حية لولادنا باش يعرفوا التاريخ، يعني باللي استعمار في بلاده، احنا ضربناه في بلاده. Je suis fier de mon pays. Je suis fier du travail qu'on a fait alors qu'on était adolescente. C'est une plaie qui ne se refermera jamais pour nous. On a été très blessés. Et c'est normal. C'est un crime d'humanité, c'est un crime d'État. Il doit être, à l'évidence, c'est un crime. Donc je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas reconnu.